لكن في اللغة العبرية ذكرتي أن أنا حسيت بألم وبحزن، نبي نتكلم في هالموضوع. صحيح، قصائدي ترجمت للغات عديدة، لغات عالمية. أنا مو ضد أنها تترجم إلى اللغة العبرية، لأن في النهاية يعني أنا من الذين يدعون إلى ترجمة ما يكتب أيضا باللغة العبرية من باب اعرف عدوك على الأقل يعني، وأيضا أن يقرأ هذا العدو ما نكتبه نحن في لغاتنا. ولكن هذه الترجمة بالذات حزت في نفسي، أولا لأنها تمت طبعا أكيد بدون إذني يعني، ولأنها تمت من قبل مؤسسة صهيونية تابعة لجامعة أعتقد جامعة تل أبيب، وحتى أكيد دون أن نعرف، وهذه عادة طبعا الصهاينة في سرقة كل ما يستطيعون سرقته. والله حتى الحقوق الأدبية سرقوها عن طريق هذه الترجمة. آمين يا رب إن شاء الله.